أخبار اليوم. وفي احتفالات الأخبار المساء النهاردة كان لنا لقاء مع متسابق فاز من محافظة أسيوط، بتعرف بحضرتك؟ محي خليفة سيد من محافظة أسيوط مركز البداري قرية النوميس. جميلة سيد محمد حسن من بدارة جزيرة البدار البحرية. حماته. في البداية حضرتك بقى تقول لي أنت لما عرفت المسابقة من جريدة أخبار المساء، حضرتك كنت بتحلها عن طريق اللي أنت حفظته من القرآن ولا كنت بتجمع معلومات؟ والله أنا كان عندي برضه الحمد لله رب العالمين معلومات. أنا عرفت المسابقة في شهر رمضان فبدأت أشتري، كنت يعني 50 عدد في اليوم، إن هي جريدة بتنزل يوميا، كنت بشتري 50 عدد يوميا. وكنت أنا موظف شباب الرياضة، فاشتركت مع أنا وبعض الزملاء كده في الحل مع بعضينا برضي، وعلى كد المعلومات اللي أنا حفظتها والحمد لله رب العالمين قدرت أوصل للإجابة الصحيحة 30 حلقة وأرسلتهم بعد رمضان مباشرة. حضرتك يا حاجة بقى كنت متابعة ده؟ بناتي كانوا معايا وساعدوني، وأولادي كانوا هم اللي يدوبوا اللي يشتروا ويدابوا، وبعدين كده بدأت باسمي، بعت الدوابات باسم بسميهم واسم أنا الفوزت هم لا. طيب يا ترى بقى نقدر نقول ان احنا عن طريق المسابقه دي تضيف لك معلومات دينيه جديده ما كنتش تعرفها، ولا انت حاسس برضو ان انت ما وصلتش للحد اللي انت كنت عايزه؟ لا والله الحمد لله رب العالمين في معلومات جديده اضافت لي برضو، ان في 3 اسئله كانوا لغز في المسابقه دي وكانوا من اصعب، يعني اول مره شفت اسئله صعبه خالص، في 3 اسئله كانوا صعبين جدا جدا لغايه ما ان احنا احترنا مع بعضينا في الاجابه، ان في كذا كان في 3 اسئله كان لهم اجابتين، فكان اللي بيوصل المعلومات الدقيقه كان يقدر يوصل للحل الصحيح، فالحمد لله وصلنا، كان معلوماتنا قويه وصلنا للحل الصحيح الحمد لله رب العالمين واكرمنا وفزت انا بلاب. يا حاجه هي صدفه ان يعني بس دايما نقول ان دايما جوز البنت لا بيبقى يعني على خلاف مع حماته. لا فدي صدفه جميله قوي ما شاء الله يعني. فحضرتك تكلمينا بقى عن علاقتك بيه، وهل بقى كان بيساعده كان مساعد؟ لا كان يساعدني، ده جوز بنتي احسن ولدي بالظبط، كانه ولدي والله. انا معيش غير واد، وهو معي 3 بنات دوازهم يكبوا 4 ولد معاي. طيب تحب تقول ايه بقى الاخبار المسائي والاخبار اليوم؟ انا اشكر رئيس مجلس الاداره الاخبار اليوم، واشكر الاستاذ جمال حسين، واشكر الاستاذ ناجي اللي في الاخبار المسائي، ان هم الصراحه اسعدونا بالمسابقه دي، وفعلا مسابقه صادقه وجديده صادقه فعلا، ونتمنى من الله عز وجل ان يوفقهم، وان شاء الله السنه القادمه في رمضان جاب امر الله يزودونا الجوائز يعني كتير، عشان احنا كده اشتقنا لمسابقاتهم الحلوه والمسابقات الدينيه والثقافيه اللي عاملاها جريده الاخبار المسائي.